تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. النهاردة بإذن الله بادئين رحلة تحري شروق شمس ليلة القدر. أنا كنت بكلم الشباب على الفيسبوك، غيرنا المكان، جبت أعلى مكان أو أعلى. أنا بوريكم بكاميرا اليوتيوب، في طبعا معايا زوم قوي جدا جدا أقدر أزوم بيه على المكان كله. والنهاردة زي بس تجريبي كده، ليلة 20 رمضان. الناس اللي بتقول النهاردة 19، انت فطرت يوم 19، يعني انت فطرت المغرب يوم 19 رمضان. بعد فطارك الليلة دي اللي هي الليلة اللي هو سواد الليل بيتحسب، اسمها ليلة 20، اللي احنا اللي هو الشروق بتاع 20 النهاردة. يعني امبارح بالليل ده كان ليل 20، النهاردة هيبقى نهار 20 عشان نحسبها صح مع بعض. نبدأ بسم الله. أنا بزوم على المكان اللي منتظر منه صعود قرص الشمس، وكاميرا اليوتيوب قلت لكم إن فيها زوم قوي جدا أقدر أزوم على القرص كويس جدا جدا بدون أي مشاكل. أنا مزوم على المكان اللي ربنا هيكرمنا إن شاء الله ونشوف فيه قرص الشمس. شباب، علشان الناس اللي عايزة تشوف القمر، القمر موجود معانا النهاردة أهو، وأقدر أزوم عليه بكاميرا اليوتيوب اهو، نقدر نشوف شكله عشان يبقى متسجل معانا برضو. ده زوم قوي جدا عليه، جايبه بكل الحواف بتاعته اهو. يا شباب افك الزوم وارجع للمكان اللي منتظرين منه الشروق بإذن الله. وزي كل سنة شباب، الموضوع ان احنا بس بنجتهد، بنقول الشروق كان الساعة كذا، بدأت أشعة الشمس تلتهب وتظهر في السماء بعد عدد من الدقايق، وبدأ درجة حرارتها تشتد قصادي بعد عدد من الدقايق. اليوم اللي اتأخرت فيه او كان القرص شكله قوي جدا بانه كان زي قمر او زي مخفي او درجة الحرارة ما وصلتش قوي، هو ده بيبقى بإذن الله اليوم الموعود. اعتقد يا شباب هو القرص هيظهر من هنا كده بالظبط. انا مزوم على المكان اللي هيبدأ فيه قرص الشمس بالظهور، الساعة 5:06. المفروض الشروق يبدأ بعد دقيقة شباب، ان شاء الله الشروق يبدأ في دمياط بعد دقيقة. وطبعا يا شباب كل نهاية رمضان برجع اراجع الفيديوهات كلها، بنشوف الشكل والحرارة والالتهاب والكلام ده كله ودرجة حرارة الجو. السنة اللي فاتت سبحان الله سبحان الله جو حر موت، كنا في ايام حظر، كنت بحاول انزل بالعربية وعدي، جو حر موت موت لحد ما يوم موعود كده لو رجعتوا الفيديوهات، فجأة الناس كتبت على الفيس من كتر حلاوة الجو انا عايز انزل انام في الشارع من بعد شدة الحرارة الشديدة. فعلا الدنيا اتقلبت، وربنا يكرمنا ان شاء الله وتكون سهلة السنة دي زي السنة اللي فاتت. هذا شباب مكان ظهور قرص الشمس. لو انتوا شايفين الشباب اللي معايا على الفيس، في عمارة كده هناك قدامي وراها القرص بالظبط بيبدأ يطلع، وراها القرص بالظبط بيبدأ يطلع. طب شباب اليوتيوب، انا عامل زوم على مكان القرص بالظبط وهو ظاهر كويس والعمارة مش حايشة عني. طبعا قرص برتقاني، سبحان الله سبحان الله. شباب احنا معانا 10 ايام، كل سنة انا بقول نفس الكلام، بس هو فعلا كل سنة مفيش في ايدينا غير ان احنا ننتظر من ال10 ايام دي معجزة هتحصل لك. ادعي ادعي ربنا هيحصل معجزة. هذا القرص شباب، الشباب لينك اليوتيوب ان شاء الله بعد ما برفع الفيديو بحطه على الفيس على طول. يا شباب شايفين القرص معانا اهو، الساعة 5:08. خلينا نسجل بالارقام، بالدقايق، بالشكل، بدرجة الحرارة، بالصعود، بكل حاجة. 5:08 الشروق يفترض بدأ من دقيقة، القرص واضح جدا جدا في كاميرا اليوتيوب. الناس الشباب اللي بيسأل اليوتيوب، اليوتيوب انا برفعه بعد ما بنزل،
يعني هي كاميرا في ايدي بزوم بيها وبعدين بنزل ارفعه على طول على القناة، انما في الفيس بنبقى حاضرين كلنا مع بعض. طبعا قرص الشمس مهما حصل، سواء انا لو جبت اقوى كاميرا احترافية، مش هتشوف الجمال ولا الروعة دي خالص خالص خالص. يعني هو هيصورها، يعمل حواليها هالة، يعمل حواليها اي حاجة، انما سبحان الله على المنظر، لا سبحان الله على المنظر. انا كده ايه، بفك الزوم في الكاميرا وشايفين شكل القرص في الصعود. ان شاء الله من الايام الجايه هحاول اتلاشى العماره اللي في وشي، اللي انتوا شايفين طالع فوقها القرص. سبحان الله، يعني اخترت له اعلى نقطه، ام منقي هو اعلى عماره وطالع لي من نصها. بسم الله، القرص بيبدا يكتمل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب، طبعا كاميرا اليوتيوب، لو عايز اقول لك ان من شدة دقة الصورة الحواف بتاع الشمس ظاهرة جدا. وده ده على فكرة انا باخده كاستنتاج، لما بشوف نهاية ال10 ايام، لان في ايام بمجرد ما تسطع يا شباب الحواف دي مش هتقدر تشوفها من شدة الالتهاب، هتبكسل وتولع الصورة كده، بتبان يعني، بتبقى باينة قوي. فسبحان الله العظيم على شكلها وظهورها دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. فيا رب شباب، احنا معانا 10 ايام، سيبك بقى من اللي عملته طول السنة، ال10 ايام دول، ومش مطلوب منك برضو كتير، قضي يومك عادي خالص، بعد الفطار صلي المغرب والعشاء، وبعدين 11 ركعة اطلب فيهم من ربنا اللي نفسك فيه. الناس اللي بتسأل السنة اللي فاتت كان يوم كام، انا عامل فيديو مجمع، يفضل لو انتوا ما كنتوش شفتوا شوفوا الفيديو المجمع علشان تبقى فاهم احنا بنمشي ازاي كل سنة. هو اجتهاد يا شباب، مفيش حد يقدر يجزم ولا حد عنده علم، ولا هي ربنا اخفاها عننا وهو مع 10 ايام، وبرضه الحمد لله هو اخفاها عننا، بس اخفاها عننا في 10 ايام، 10 ليالي. من ال10 ليالي دول انت عايز ساعة كل ليلة فقط، عايز 10 ساعات في السنة كلها. خلال 10 ساعات في السنة كلها اكيد ربنا بإذن الله هينولك دعوة من اللي انت دعيتها، وهيغير لك قدرك طول السنة. زي ما انتوا شايفين كده شباب، كيف الليلة، وترية ولا زوجية؟ احنا شباب بنصور كل الليالي، ملناش بقى لا وترية ولا زوجية، لان احنا لو قعدنا نحسبها كده هنخش في جدال سوا شديد قوي. طيب عمان بدأت بعدنا، وفي دول بدأت قبلنا، انت هتحسبها دلوقتي ازاي؟ فخلينا بقى ال10 ايام، هي مش فارقه معانا 15 دقيقه تصوير في 10 ايام مش هتفرق معانا خالص خالص خالص. واليوم اللي بنقول ان يمكن الله اعلم كانت الليله دي علشان الظواهر اللي الرسول بلغها لنا موجوده في الليله دي اكتر، هنقول ان الليله دي ان شاء الله، والله اعلم، محدش يجزم برضو. انا بقول، وفي غيري في الكويت شافها، وفي غيري في السعوديه شافها، وفي غيري في عمان شافها، في غيري في اقصى القارة خالص شافها بشكل تاني خالص. فالله اعلم يا شباب، فالله اعلم. انما الاكيد الاكيد في كل الفيديوهات اللي هتشوفها واللي هتعرفها دي، ان هي ان شاء الله في ال10 ايام الاخرى، والموضوع مش كبير، ساعة بالليل. ادعي 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 اوي اوي اوي، وربنا هيكرم باذن الله. ولو انتوا فاكرين يا شباب، انا كتبت بوست السنة اللي فاتت، قلت اللي حصل له معجزة في ليلة القدر يكتبها. انا بصراحة شفت كمية قصص بسم الله ما شاء الله، واصحابها مش بيصطنعوا، لان انا شخصيا العمارة اللي انا فوقيها دي هنحكي قصتها باذن الله نهاية البث خالص، اخر ال10 ايام، وهتعرف ان اللي انا واقف عليها دي معجزة من معجزات ليلة القدر. هي بيضة ولا برتقالي؟ هي كانت برتقالي يا شباب، وبعدين قلبت بيضاء دلوقتي وظاهرة كويس جدا. انا ما عنديش سحابة قافلة على الشمس، نقدر انا لما ببعد بالصورة كده بالزوم شايف
أشعة الشمس، إنما من الواضح تماما إن هي مالية الدنيا فوق نور، يعني هي في كام سحابة كده على شوية ندى، فهي مالية الدنيا فوق نور. الساعة دلوقتي 5:13، علشان إن شاء الله لما بنراجع الفيديوهات بنشوف أطول مدة كانت في شكلها زي القمر، الحواف ما التهبتش، درجة الحرارة وصلتني إمتى، الضوء عمل إيه في المكان. وطبعا زي ما بقول لكم كاميرا اليوتيوب في ايدي اهي، انا جبتها اقصى زوم عليها، الى الان ما بكسلتش، الحواف مش ملتهبة. الحواف لما بتبقى ملتهبة بيبقى باين جدا درجات الحرارة قافلة لك الحواف، وساعات بتبكسل الصورة. طبعا هي عمر الفيس ما هي مش هيظهرها قوي. ولو انتوا شايفين يا شباب في الفيس في ندى، الندى ده زي ما احنا قلنا اللي هو الذرات زي ميه، زي ميه كده بتطلع فوق المناطق الساحليه وفوق المناطق الزراعيه، فساعات بتحجب عننا الرؤيه او تحس ان الضوء بتاعها مش واضح. وعلى فكره انا شفت فيديوهات كتير سبحان الله، ناس مثلا في مناطق صحراويه عندهم صوره الرمله، او في زي بيجي عاصفه رمليه كده، انت لو بصيت من خلال عاصفة رملية هتلاقي القرص ابيض يعني كأنه قمر، وبيقعد يقول يا سبحان الله هو ده وخلاص. وخلى الشباب قالت ان الليلة عدتني وخلاص وما بيكملش بحث، وده حرام يا شباب، محدش يجزم، يا ريت كل اللي بيصور الفيديوهات محدش يجزم. وقف، انت بتصور وقول قول المشاهدات اللي انت شايفها، واخر ال10 ايام ربنا هيكرم، انما محدش يهبط حد ولا يوقف عزيمته. عايزين ال10 ايام كلهم يا شباب، حتى لو ربنا كرمنا ب25 ب23 ب27 مكملين لحد يوم 30. طبعا من الواضح تمام يا شباب حتى على الفيس شايفين الضوء الشديد، الساعة دلوقتي 5:15، ضوء شديد بدأ يظهر فوق القرص من فوق برغم الندى اللي المفروض يقلل الضوء بتاعها. وانا في الزوم لما هروح كده ضوء شديد اصبح فوقها ظاهر تمام، اروح على القرص هتبدأ الحواف ممكن تبان لك انها مبكسلة من شدة الضوء. افك الزوم هشوف الضوء الشديد اللي نازل من تحتها لفوقيها، اللي نازل من تحتها لفوقيها على السماء من فوق اهو. شباب النهاردة كان بس تجريبي كده، عرفنا هي هتطلع لي منين، فخلاص اكتشفت ان هي سايبة الحتت الفاضية كلها اللي انا عديتها منها وجاية لي من ورا عمارة كده، فانا هروح ان شاء الله لزاوية في العمارة اللي انا عليها دي هجيبها من ورا العمارة دي عشان ما تستخباش مني تاني ال10 ايام الجايين. بإذن الله من بكرة نجتهد يا شباب، مش مطلوب منك غير ساعة 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 بالليل، ادعي ادعي قوي وصلي، صلي وادعي بس، مش مطلوب منك اكتر من كده. احنا اضعف مما نكون يا شباب، علشان تقول ان انت اذنبت ولا ما اذنبتش، انت طول السنة بتلبخ ومطين الدنيا بطين، مش هتفرق معانا في ساعة، استسمح ربنا وادعي وبإذن الله هيتقبل. طبعا يا شباب واضح شدة الضوء اهو، خلاص كده بقى احنا هنعرف ان شاء الله الايام الجاية، يعني دلوقتي الساعة 5:17، من الايام الجاية هنشوف في يوم بإذن الله بإذن الله هنبقى زي دلوقتي مفيش اي ضوء، وان شاء الله هنشوفه ان شاء الله هنشوفه. مش عايز اطول عليكم بقى، احنا كده خلاص عرفنا الفكرة بتاع التصوير ال10 ايام وعرفنا الاحداثيات. هنقفل فيديو اليوتيوب هرفعه وارفعه على صفحة الفيس عشان الناس اللي بتتابع على الفيس يبقوا شايفينها بالزوم. الضوء اصبح ظاهر جدا جدا، افك البص حتى ورا العمارة الضوء بص تحت عامل ازاي، شديد جدا. فخلينا فاكرين ان 5:18 اصبحت بالشكل ده. كل سنة وحضراتكم طيبين، معانا ال10 ايام، يلا نتوكل على الله.